أما الهدف من المؤتمر فهو توحيد الأمة على مرجعيتها الأصلية الأصيلة، وهي المرجعية الأزهرية التي هي مستودع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين بإذن الله. فنحن ندعو الأمة إلى أن تتحد على ذلك المنهج الأزهري، على ذلك المنهج الأزهري من أجل مصلحة الجميع ومن أجل مصلحة الأمة. كما أننا قد قمنا بعمل ذلك المؤتمر لنطالب كل من قال أنه اتخذ الأزهر مرجعية بأن يعترف بالأزهر بمرجعية الأزهر كما هو الأزهر لا كما يشاء هو، فإن الأزهر له منهج قويم استقر في ضمير تلك الأمة، وهناك محاولات للتشكيك في هذا المنهج وإزالته من الوجود. فاليوم نحن هنا لنقول لكل من اعترف بالأزهر كمرجعية أن ذلك هو الأزهر، إن الأزهر هو هذا الأزهر الذي تقبل الآخر والتزم بمنهجه الموروث الذي هو الالتزام بالمذاهب الأربعة كمرجعية فقهية للمسلمين وبأحد المذاهب الكلامية لأهل السنة، إما الأشعرية وإما الماتريدية كمذهب عقدي، والالتزام في السلوك بالسلوك التصوف، وهذا هو منهج الأزهر، يقبله من أراد ويرفضه من أراد، ويبقى الأزهر كما هو بإذن الله، لا يدخل في العراق السياسي وليس بفصيل، بل هو الكلية، بل هو الكل والجامعة بالنسبة لمصر. ومن يعارض الأزهر فإنما هو الابن العاق للأب الحنون، وسيظل الأب الحنون هو الأب الحنون حتى وإن عقه ولده. بالالتزام بالمنهج، فهذا المنهج قام على العلم أولا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد على جهل. فهؤلاء الأئمة وتلك العمائم التي هي تيجان على رؤوس مصر إنما هي رمز لعلم، رمز لعلم متصل. قال فيه الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما ذلك الحبل إلا العلم. فكل ما هو موروث من الأنبياء والرسل وما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عباده هو علم. فالالتزام بالعلم وبمناهج العلم في كل شيء، فالأزهر يعترف بالعلم في كل مناحي الحياة ولا يدعو إلى الانغلاق والجهل، بل يدعو إلى العلم. فإن التزمنا وعدنا للالتزام بالعلم الذي هو منهج الأزهر، فبإذن الله سوف تنهض تلك الأمة بسواعد أبنائها ومنهم الأزاهرة بإذن الله. أن يجمع بين كثرة التيارات السياسية الموجودة في الوطن العربي وخاصة مصر. بنظرة الأزهر إلى الآخر وليس بنظرة الآخر إلى الأزهر. فالأزهر عندما ينظر إلى الآخر فإنه يحب هذا الآخر ليدعوه إلى الحق، فهو يحبه ليدعوه إلى الحق، فإن كرهه ما دعاه إلى الحق. فالأزهر سيظل ناصحا أمينا بإذن الله لكل الأمة، لمن انفصل عنه ومن اختلف معه فهو يتقبله وإن لم يسلم بفكره، فهو يتقبله كآخر موجود له حقوق وعليه واجبات ويختلف معه في الرأي، وهذا كما نقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. فهذا هو منهج الأزهر، نعترف بالآخر ونقبل الآخر ولكن لا نسلم بالفكر، لأننا لو سلمنا بهذا الفكر ما كان هذا هو الآخر لكنا واحد، ولكننا ما زلنا. ولكن ليس معنى أن نتوحد أن نتنازل عن القيم العليا ولا عن المبادئ ولا عن الشريعة ولا عن المنهج القويم، بل
معنى هذا أن نلتزم بكل ذلك وندعو إليه الغير وندعو إليه الآخر، فإن اجتمع معنا فقد توحدنا بإذن الله. على ذكر الشريعة الإسلامية، يعني كيف ينظر الأزهر إلى تفعيلها في جميع القوانين الموجودة في الفترة الحالية؟ الشريعة الإسلامية يختزلها البعض في الحدود، وهي أوسع من الحدود. حتى وإن كتبوا القوانين على الشريعة الإسلامية فإنهم لن يستطيعوا أن يكتبوا كل ما في الشريعة، فأين صلة الرحم من القانون؟ كيف سنكتب صلة الرحم في القانون؟ كيف سنكتب حق الجار في القانون؟ يمكن أن نكتب حق الجار في المعاملة، ولكن ماذا عن المعاملة الإنسانية؟ تلك هي روح الشريعة، تلك هي روح الشريعة. أما الشريعة التي نتكلم عنها فهي شريعة اجتماعية واقتصادية وحياتية في كل السبل، حتى ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بشؤون دنياكم، هو من الشريعة. فهذا دليل عام على أن أمور الدنيا نفعل فيها ما نشاء، فإذا معنا دليل عليها. أما ما كان بنص فنحن نلتزم بهذا النص ونعمل العقل في فهم هذا النص. فالشريعة ليست الحدود وليست هذا المارد المخيف الذي يخاف منه الناس، فوالله إن الشريعة بها الرأي الراجح والرأي المتشدد، وبها الرأي اليسير والرأي الضعيف، وللمسلم أن يأخذ بإذن الله بهذا أو بذاك، فله أن يأخذ بهذا الرأي أو بذاك، فهناك العزائم وهناك الرخص، وكل ذلك مباح للمسلم ولكل من يتخذ الشريعة الإسلامية مرجعية. فإن اتخاذ الشريعة الإسلامية مرجعية ليس مقصورا على المسلمين فقط، ولكن على غير المسلمين. فإذا نظرنا على سبيل المثال، فإننا نجد الميراث عند غير المسلمين يلجؤون فيه إلى الشريعة الإسلامية حلا للمشكلات، فهذا على سبيل المثال جزء من المرجعية التي نتحدث عنها، التي تقبل الآخر. من يضمن حقوق الآخر في هذا الوطن هو الشريعة. انظر إلى سويسرا، لقد منعوا الآذان في الميكروفونات وهدموا المآذن، لأن تلك الدولة لا تحتكم إلى شرع ولكنها تحتكم إلى قانون بشري. أما هنا في مصر فوالله لا يستطيع أحد في هذا الصباح ونحن يوم الأحد أن يمنع الصلوات في الكنائس، لأن الشريعة الإسلامية هي حامية تلك الصلوات. إذن فالشرع والشريعة الإسلامية هي التي توحد الأمة، إذا كنا نقصد بالأمة مصر. أما إذا كنا نقصد بالأمة الأمة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية والأزهر قد تعدى الحدود إلى جميع البلاد ولا يتوقف عند الأنظمة. فالأزهر له قلوب الناس، له قلوب الناس، والأنظمة لها العقول أو لها الحكم. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي.